ما في كهرباء عندنا قليله كثير يعني. فقلت انه اشتغل عنفه، اسوي عنفه اولد منها الكهرباء باعتبار عندنا النهر. طبعا هون انا اشتغلت بهالعنفه هي وقت ما صار حظر بسبب فيروس كورونا، اضطرينا نضل بالبيت. فقلت انه مشان وقتي ما يروح هدر يعني، فكرت انه اشتغل بهالعنفه هي مشان توليد طاقه الكهرباء. مشروع العنفة كتير كويس. مشروع العنفة إذا حدا يساعده بالإمكانيات المولدة أو بالبطاريات أو بالأرفاع جهد يمكن يعطي 25 للبيت من القرية يعني، أو يعطي نسبة 25% للقرية. يعني بتوجه لجميع الشباب انه ما يقفوا مكتوفي الايدي يعني، يعني يستغلوا فتره الحظر او يستغلوا فتره مكوسهم بالبيت ويستفيدوا من الوقت تبعهم، الوقت ما يروح هدر يعني. الاجنحه تبع هالعنفه هاي كانت عباره عن خزان مي قديمه عندي، حولتها لأجنحة. الشاصي تبعها كان في عندي حديد قديم عندي، لحمتها عن طريق اللحام وكذا عملتها شاصيه.